صباح الخير الغزالة ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ لاباس؟ اموركم هانيه؟ احوال طيبه؟ المهم الغزالة ديالي كيف ما كتشوفوا انا فاق سالي 8 دابا. انا ساليت شغلي ولابسه حوايجي وجمع الساك ديالي هو مورايا باش غادي نمشي ولا بيسين هاد النهار ان شاء الله. الله يدوز النهار على خير. المهم الجو شويه مغيم، مازال ما شرقات الشمس مزيان. المهم انا فقت الصباح البنات وجدت شي تفاتيف، سلقت البيض، شينا الفرماج، الكاشير، شويه دجاج، شويه ديال، شكرا ماما، شويه دجاج، شويه ديال الفريت. صراحه هادشي اللي بان لي ما عرفت شنو مازال ناقصني. وصافا البنات، دابا سي محمد راه خرج، خلينا نهضر. سي محمد راه خرج باش يشري لنا الخبز باش نديوه معانا، وانا صافي راني واجده. نزار يلاه عاد فاق. يا ماما ويلي حمق. وصافا غزاله ديالي. المهم بالنسبه للتصوير، راكم عارفين يعني عند بالنسبه للفلابيسين العيالات ما كنقدرش نصور، راكم عارفين ما عنديش الحق اني يعني نصور شي حاجه. واصلا يعني اول حاجه كيشرطوها عليك انهم ممنوع 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 يشوفوا عندك التليفون. ولا مشيت لتغديت في الجهه اللي فيها سي محمد ومشيت عندهم؟ شوفي امشي بين اسليني ما ينزل ايدي ان شاء الله. ويلا مشيت للجهه ديال سي محمد كيتلفني ملي كينوض يهضر معايا، امشي للجهه ديال سي محمد نتغدى ونقدر نصور لكم حيت تما الناس كيتصوروا، ماشي مشكل. المهم غزاله ديالي، الا كنتي اول مره كتشوفيني وكتشوفي لا فيديو ديالي ما تنساش تابوناي في لاشين. الحمد لله. ويلي الحمد لله، تبقى ديري يدك. ما تنساش تابوناي في لاشين ديالي دابا دابا. المهم غزاله ديالي، الا كنتي اول مره كتشوفيني وكتشوفي لا فيديو ديالي ما تنساش تابوناي في لاشين ديالي لتحت فاتي ام نزار توريا تواب، وتزوري القناه ديالي دوري دورا وتشوفي تواب. شوفي لي فيديوهات ديالي، الا نال الاعجاب ديالك ديري لي لايك، الا ما عجبوكش ديري لي ديزلايك، وخلي لي كومونتير على شنو ناقص فيهم وشنو اللي ما عجبوكش فيهم. غزاله ديالي، ومهم الاخت ديالي، غزاله ديالي، الاخت ديالي، الحبيبه ديالي، فيكم كلشي ما عرفتش علاش. مهم نزار حيسرم. مهم البنات ما نزيدش نطول عليكم في قوه تقديمات، وصباح الخير. وصباح الخير. يلا هو معايا دابا. دابا سيدي حرازم غادي نفطرو في الساك، هذا الساك خلف الساك، غادي نفطرو وعاد غادي ندخلو لداخل لابيسين. الجو زوين، الحال سخن ولا الصهد بزاف.
رجعت لكم من جديد. المهم انا بالنسبه ليا راني طولت ساعه ولي تصورت، ولكن في المونتاج غادي يجيكم الفيديو شي مورشي. المهم البنات بعد ما جينا من البيسين ضربناها بنعسه، والله ما قدرنا نتحركوا. المهم شنو كنت غنقول لكم، هذه المره ظهري ما حرقنيش لا انا ولا نزار ولا سي محمد، حيت الصراحه استعملنا هذا لومبر سولاي، هذا صدق زوين البنات والله الا حسن من داك نيفيا وداك الرشاشه اللي كيديروا وداك التخربيق اللي بزاف كل واحد شنو كيدير. المهم انا بالنسبه ليا وافقني هذا غزاله البنات، يعني كيديروا حتى الوليدات الصغار الكبير اي واحد يقدر يديروا كيوافق مزيان، يعني الحريق دابا ما فينا حتى شي حاجه لحد الساعه ما فينا والو. المهم دابا ما فينا لا حريق لا حتى حاجه، ودابا البنات غادي نخرج غادي نمشي نشوف ماما وصافي غادي نقدر نصور لكم الحريق اللي كتحركوا بحال ما كاين ما يتشاف هاد السيكتور ديالنا وصافي. المهم شنو ما دارت هانتوما معايا يلا البنات. ونسيت خالتي كتعطاتني داك البوني على حساب الشعر، راكم عارفين باش ما يضيعش الكيراتين. بالنسبه للمتتبعات اللي دايرين الكيراتين كنقول لكم يعني ايفيتيو البحر ايفيتيو لا بيسين على حساب داك الكلور وداك الشيء اللي كيديروا في لا بيسين كيضيع الشعر. المهم انا درتو عمت به دابا الحمد لله شعري مزيان يلا دوشت شعري مزيان ما فيه حتى شي حاجه وصافي البنات. دابا غادي نهز البوني فين هو باش غادي نديه لها وانتم معنا. المهم البنات هذا هو البوني اللي قلت لكم. المهم انا كنت خديت واحد وخاتي عطاتني واحد سي محمد خدا هذاك اللي شلينا، حيت انا ما تخليش شعري حيت شعري طويل، وانا درت هذا ودابا غادي ندير حالتي وهانتوما معايا. باي باي. ايوا صافي هانتوما معانا ماما. واحد عرفتي يا مشيتكم فيها ولا داكشي ناشط زايد لافوس كي كيقول سي محمد. سمعوا سمعوا نبع الحنان يا طر روح المكان الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون فيه مشتاق الغلا انا جوز حالي الدار هذه 12 لعبه. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وما كرهتش تخليو لي التعليقات ديالكم على هذا الفيديو معايا وتخليو لي لايك الى عجبكم الفيديو وديروا لي ديسلايك الى ما عجبكمش الفيديو بطبيعه الحال وديروا لي كومونتير على السبب اللي شنو اللي ما عجبكمش في هذا الفيديو واش المونتاج واش الفيديو له علاقه اي حاجه كيف ما كانت مرحبا بها ومرحبا باي تعليق من عندكم. يعني انا راني ما درت يوتيوب غير انني غادي نتقبل اي حاجه بغيتوها بطبيعه الحال. راكم ما كتشاهدوني غير راكم لاقين شي حاجه اللي كتعجبكم في القناه ديالي. بالنسبه اللي كيشوف الفيديو ديالي اول مره وكيشوف وجهي اول مره ما ينساش يتابونا في لاشين فاتي ام نزار تورية تواب
يعني اكتفي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله، وما كرهتش تدوروا دوره في القناه ديالي وتشوفوا لي فيديو ديالي وديروا لي جيمي لايككم للفيديو ديالي، وشكرا على المتابعه ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم. كنتمنى تكونوا خرجتوا معنا شويه وساليتوا معايا شويه في هذا النهار في سيدي حمزم، وكلهت كنت في السطح لا جلست غيرك يلا هبط وسافر الزرات ديالي، ودابا خصنا نعسو حيت غدا ان شاء الله عندي بزاف ما يدار، ودابا نبارطاجي معكم ان شاء الله شنو غادي ندير. ماما غدا نسير عاد نمشي نولي سير مرة أخرى عاوتاني ونمشي لبقا يلا غزالة ديالي ما نزيدش نطول عليكم، تصبحوا على خير واحلى سعيده، وما تنساوش لايك 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 على الفيديو، وكنتمنى تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم والحباب ديالكم في الواتساب وفيسبوك في انستغرام، اي حاجه عجبتكم في القناه ديالي بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر القناه ان شاء الله. وبصراحه راني متشوقه بزاف بزاف لللايف، وما نكذبش عليكم يعني القناه ديالنا بقات غاديه وكتهبط، ما عرفتش شنو هو السبب، عارفه راسي قصرت في حقي في القناه، ما بقيتش كندير لي فيديو بزاف، يعني ما بقاش داك الحماس وداك الحيويه كما كانت في الاول. بصراحه الظروف شويه تبدلات وراكم عارفين دابا القرايه، وانا اصلا يعني كنت عيانه شويه داكشي علاش. المهم الغزالات ديالي الا كنتو كتبغيوني و فريمون كتعجبكم القناه ديالي وكيعجبكم هادشي اللي كندير وهاد ستيل ديال لي فيديو ديالنا اللي كنديرو لا انا ولا حماتي كانوا كيعجبوكم، دعمونا وما كرهناش نوصلوا ل 1000 ابوني ان شاء الله باذن الله، وبطبيعه الحال بالدعم ديالكم يعني بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وطلبوا منهم انهم يتابونوا في لاشين ديالي وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم، يعني هذا فضلا وليس امرا، يعني انا ما كنامركمش يعني قويت الزفت يعني شي حاجه كاينه. المهم غزالات ديالي تصبحوا على خير وبسلامه عليكم.